السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة 12 من حياة فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد، زواج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تزوج الرسول العظيم بالسيدة خديجة الكبرى وهو ابن 25 سنة، وهي بنت 40 سنة، ويقال إنها كانت قد تزوجت قبل الرسول بزواجين متعاقبين. لم يكن زواج الرسول بالسيدة خديجة يشبه الزواج المتعارف عليه بين الناس، بل يعتبر هو الزواج الوحيد من نوعه، إذ لم يكن ذاك القران الميمون نتيجة حب وغرام، بل لم يكن هناك دافع مادي، بل لم يكن هناك تناسب بين الرسول وبين السيدة خديجة من حيث الحياة الاقتصادية. فالرسول العظيم كان يعيش تحت كفالة عمه أبي طالب، والسيدة خديجة هي أثرى وأغنى امرأة في مكة، فهناك فرق شاسع في المستوى المعيشي بين هذه وتلك. ولكن السيدة خديجة كانت قد علمت أو سمعت أن الرسول مستقبل متلألئ واسع النطاق، ولعل غلامها ميسرة هو الذي حدثها بما جرى الرسول في أثناء رحلته إلى الشام قصد للتجارة بأموال خديجة. فهنا اقترحت السيدة خديجة قضية الزواج وفاتحت الرسول، وطلبت منه أن يطلب يدها من والدها خويلد أو من عمها، لكن الرسول كان يفضل أن يتزوج بامرأة فقيرة تنسجم مع حياته، واعتذر من الخديجة وامتنع من تلبية طلبها لهذا السبب. لكن السيدة خديجة العاقلة الفاضلة أجابته بأنها تهب نفسها للنبي، فهل يصعب عليها أن تبذل أموالها له وتجعله تحت تصرف الرسول؟ وطلبت من الرسول أن يرسل أعمامه إلى أبيها خويلد ليخطبها. فوجئ أعمام الرسول بهذا النبي الوحيد من نوعه، واستولت الدهشة على عمات الرسول حينما سمعنا الخبر. سيدة تملك الآلاف من الأموال ويعيش العشرات والمئات من العمال من بركات أموالها وتجارتها القائمة صيفا وشتاء بين اليمن ومكة وبين مكة والشام. سيدة خطبها الأمراء والأشراف فرفضتهم. سيدة كهذه تقدم نفسها هبة لشاب فقير يعيش تحت كفالة عمه، فيا ترى هل صدقت خديجة في تقديم نفسها للرسول، ولا هذا الخبر نصيب من الحقيقة؟ قامت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي وتوجهت إلى دار خديجة للتحقق من الخبر، وإذ بها تجد الترحيب والاستعداد بجميع معنى الكلمة. إلى هنا تنتهي الحلقة 12 من حياة فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.